يا عالم هذه الرسالة من تحت النار، والله من تحت النار. يا عالم وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا صوتنا للعالم، وصلوا لهم انه احنا اطفالنا قاعدة بتموت ونسائنا بتموت. احنا مش خايفين، والله ما احنا خايفين. هاي هاي قصف وراك، لكن يشهد علي الله انها دموع خدام. يا أمة يا أمة يا الله يا الله. يا عالم يا عالم وصلوا صوتنا للعالم. يا عالم احنا بنموت، اقسم بالله نبال، اقسم بالله نبال. يشهد الله انها ما هي دموع خوف، والله انها دموع خذلان من هذه الأمة، الأمة الضعيفة، الأمة الميتة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. والله ما احنا مسامحين، والله ما احنا مسامحين، والله ما احنا مسامحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا في مخيم الشاطئ، لربما تكون اخر رسائل، لربما تكون اخر اشي تسمعوه منا. اللي بحب احكيه، وصلوا صوتنا ولو مرة لهذه الأمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحياء أحياء تبان، أحياء تبان. ليل نهار هذا حال، ليل نهار هذا حالنا. عائلات بأكملها تحت الإنقاذ، أطفال رجال نساء، كل ما تتخيل كله تحت الخطر. ما في منطقة آمنة في غزة. اللي بيحكي لك غير هذا الكلام بيكون بيصبر فيك وبيكذب عليك. أما إحنا بحالنا في غزة، هو هذا اللي أنتوا قاعدين بتسمعوه وبتشوفوه. وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأمة الضعيفة. حسبنا الله.